ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا للأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. استقر الطيب الحجري وزوجته في عين شقف بضواحي فاس في العام 98 900 وألف، وكان قد تزوج في العام نفسه. كان الطيب يعمل في محل للحدادة في المدينة العتيقة مذ كان في 12. لا أحد يعرف له عائلة، وكان محسوبا على المعلم عباس صاحب ورشة الحدادة الذي عامله معاملة الأب لولده في الظاهر على الأقل. ما يهم الطيب في كل تلك السنوات العشر التي أمضاها في خدمة المعلم أنه تعلم كل ما كان معروفا لدى الحدادين من فنون الصنعة. الآن غفر للرجل أنه لم يكن يدفع له أجرا إلا ما كان يأكله على مائدته من طعام. مات المعلم عباس وولى زمن. في عين شقف يعد المعلم الطيب من أبرع الحدادين في صناعة الأبواب والشبابيك، وقد أتاح له تفانيه في العمل إحراز ثقة زبائن كثرا، وصار في ورشته صبية عديدون جاء بهم آباؤهم أو أمهاتهم يطلبون تعليمهم الصنعة. لا يخفى على كل ذي نظر أن المعلم الطيب كان يستفيد من وجود أولئك الصبية ويجعلهم ينتجون بلا مقابل إلا أن يعلمهم فنون صهر الحديد وصناعة الأبواب والمزاليج. يعلم أن الأطفال ينقمون في صمت حين كانوا يشاهدونه يدفع نهاية كل أسبوع للذين صاروا أجراء لديه. حين يكون رائق المزاج وتكون الحركة رائجة يدفع لكل واحد منهم 5 دراهم. مر على زواجه من غيثة برمضان 7 سنوات دون أن يرزق الولد. كانت المرأة قد فتحت غرفة في بيتهما لتعليم البنات الطرز على الطريقة التي كانت متداولة قديما. لم يكن غرضها ما تحصل عليه لقاء ذلك من الفتيات، ولكن ألا تجعل أيامها فراغا يتراكم يوما بعد آخر. ثم إن نشاطها ذاك جعلها تنفتح على بيوت كثيرة في عين شقف. كثيرات كنا تسألنها عن سبب عدم إنجابها، كنا تسألنا فضولا وأحيانا شفقة. بالنسبة لكثيرات منهن فإن مثل تلك الأسئلة التي كثيرا ما ردت عليها غيثة بأن اكتفت بابتسامة ما كنا تسعين من وراء طرحها إلا إلى إيجاد منفذ إلى حياتها الخاصة. كانت تقترب من 35، وكثيرا ما قيل لها إن العمر كلما تقدم كان في غير صالحها. لم يكن زوجها الطيب يولي الأمر اهتماما كبيرا. كان حين يأتي على ذكر الخلف يقول إن الله يرزق من يشاء، وكان متفائلا. كثيرات من النساء اللواتي تترددن على دار المعلمة غيثة حملن إليها وصفات شعبية وعناوين أطباء في فاس وفي مكناس وفي الرباط، بل إن منهن من أبدين استعدادهن للتطوع ومرافقتها لزيارة هذا الطبيب أو ذاك، بل إن منهن من تحدثن عن بركات هذا الفقيه أو ذاك، وسقن أمثلة عن نساء انتظرن الخلف سنين طويلة ثم جاءهن الولد بعد أن زرن هذا أو ذاك من الفقهاء والعرافين. كان المعلم الطيب يعارض ولا يبدي أي مؤشر إلى التراجع كلما طلبت منه زيارة أحد من العرافين. كان يعيد على مسامعها بلا كلل ولا ملل ما سمعته مرات كثيرة من قبل. كان الطيب يمضي أغلب اليوم في الورشة، وكان كباقي أهل الصنعة والتجارة قد جعل يوم الجمعة يوم عطلة أسبوعية. ولأن غيثة زوجته كانت تستقبل الفتيات والنساء اللواتي ترغبن في تعلم الطرز من الظهر إلى ما قبيل المغرب، فقد كان يفضل ألا يعود إلى المنزل إلا في المساء. في جملة النساء اللواتي كن تكررن عروضهن عليها لمساعدتها كما يقولن، امرأة اسمها زينب لم تكن تعلم لها اسما آخر. تعرف فقط أنها في مثل عمرها تقريبا، وأنها تسكن مع والدتها،
وصلتها أصداء تقول إن المرأة وهي أم لطفلين انتقلت إلى العيش في عين شقف بعد أن هجرها زوجها أبو ولديها. في شتنبر من العام 2005 جاءت زينب إلى غيثة تخبرها بأنها تعرفت إلى فقيه جديد. ترددت غيثة، ولكن المرأة كانت أكثر إلحاحا من ذي قبل، وحتى تتخلص من إلحاحها استمهلتها إلى الغد لتبلغها بالجواب. لما جاء الطيب مساء ترددت قبل أن تفاتحه في الأمر، ولقد نالها من غضبه ما لم تكن تتصوره. صرخ الرجل بأنه لا يريد إلا ما سييسره الله، وليس ما سيكون فيه يد للعرافين والدجالين، ثم هددها بمنعها من مواصلة تعليم الطرز. في الغد ردت على تلك التي تزعم أنها تكن لها حبا وصداقة بأن زوجها رفض وغضب إذ أبلغتها. علقت زينب بأن ما يبديه زوجها من غضب ليس سوى محاولة لصرف النظر على علة توجد فيه. أضافت أنه لو كان يعلم أنها عاقر لتزوج من أخرى ولما انتظر حولا كاملا. قالت وهي تبتسم وقد لمع في عينيها وميض من مكر، وبلؤم لا يخفى، وحتى لا تخوض في تفاصيل قد تحتاج إليها لاحقا، اعتذرت وخرجت. ظلت كلمات المرأة تطن في رأس غيثة، وكانت نفسيتها مهيئة لتقبله وجعله حقيقة مسلما بها. فكثيرا ما سمعت حكايات زوجات طلقهن أزواجهن لأنهن لم تنجبن، وهي لا تريد أن تصير واحدة منهن. كان يأتيها من أعماقها صوت يوسوس لها بأن تجرب ما تعرضه زينب، وأن تزور ذلك الذي قالت إن نساء كثيرات رزقن الولد بعد زيارته. قررت أن تحاول، وما أن زارتها زينب عصر اليوم التالي حتى أبلغتها بأنها قررت أن تجرب. اتفقتا على المضي عند الفقيه ظهر اليوم الموالي، وقد أبلغت البنات اللواتي يأتين لتعلم الطرز بأنها ستتغيب لقضاء أمور تخصها. كان الطيب في ورشته، وقد اكتشفت غيثة أن ذاك الذي تسميه زينب الفقيه يسكن منزلا على بعد بضع أزقة من سكنها. كان باب المنزل مواربا. تقدمت زينب ودخلت، تبعتها غيثة التي حرصت على أن تضع على عينيها نظارتين شمسيتين واسعتين. كانت هناك غرفة وجدتا بها رجلا يرافق طفلا به حول. اتخذتا مكانا في الزاوية، تبادلتا النظرات ولكنهما لم تنطقا ببنت شفة. كان الطفل الذي بعينيه حول ينظر إليهما، كذلك بدا لهما، حتى إن غيثة خشيت أن يكون الفتى تعرف إليها إذ ظنته من أطفال الحي. تنفست الصعداء لما دخل الرجل إلى غرفة الفقيه وهو يمسك بيد ولده. سمعت كلاما بين الرجلين في الداخل، ثم انطلق صوت الفقيه رنانا يتلو الفاتحة قبل أن ينخرط في دعاء فيه الكثير من اللحن. ثم عاد الصمت وخرج الولد وابنه. انتظرتا حتى امتصهما الشارع ودخلتا على الفقيه. هي هذه؟ سأل الرجل الذي تربع على البساط. نعم هي هذه. فهمت غيثة أن صاحبتها كلمت الفقيه عنها قبل أن تجيء إليه. مرحبا، قال الرجل وهو يحدق في وجهها. النظارات الشمسية الواسعة التي قررت الاحتفاظ بها تزعجها، ولكنها لا ترغب في نزعها. قالت لي زينب إنك لم تنجبي وقد مضت أكثر من 7 أعوام من زواجك. هو كذلك سيدي. هل عرضت نفسك على طبيب؟ لا لم أفعل. حسنا فعلت، الأطباء لا يفهمون في كل الأمور. فتح كتابا قديما كان يضعه على البساط في متناول يده. سألها عن اسمها واسم أمها، كان يكتب شيئا ما في ورقة، ثم لما فرغ وقد ساد صمت ثقيل امتدت يده إلى الكتاب القديم وقلب 7 صفحات. توقف عند إحداها، نظر إلى المرأة وابتسم قائلا
هي بشارة. في كلامه من شرح له قلب غيثة حتى وهي لم تسمع البشارة التي يعنيها، ولما لمس منها استعدادا للتلقي قال لها: الخلف موجود. ابتسمت المرأة وكشفت عن نظيمة أسنان كاللؤلؤ. التفت إلى التي جاءت بها إلى الفقيه، قالت زينب موجهة كلامها للرجل: أعلم أننا نستطيع أن نعول عليك يا سيد الفقيه، فصديقتي هذه بحاجة إلى فرحة تستهلها. نعم نعم هي تستحق. صمت قليلا ثم زاد: ولكنك تعلمين أن تحقيق الفرحة يتطلب ثمنا لقاء جهد سيبذل. هي مستعدة لتلبية كل طلب. هزت غيثة رأسها موافقة على كلام زينب وزادت عليه: أنا موافقة يا سيدي على كل ما ستطلبه، أريد أن تساعدني حتى يسعد بيتي بالولد. قالتها وكانت تقاوم دمعتين فارقتا جفنيها ما أن أنهت كلامها. في اللحظة التي هم فيها الفقيه بطرح شروطه سمع الباب ينغلق بعنف، وسمع وقع خطى في الجوار. في اللحظة التي التفتت فيها المرأتان وجدت الطيب ورجلا آخر معه واقفين، كان كل منهما يحمل قضيبا من حديد. حاول الفقيه أن ينهض من مكانه فأعاده ذاك الذي يرافق الطيب. نظر إلى زوجته وأطال النظر ثم قال: ألم أحذرك؟ هل ظننت أنني لم أكن أراقبك؟ ومع من أتيت؟ مع هذه التي يعرفها ويعرف ماضيها الجميع؟ وإلى من ساقتك؟ إلى منزل هذا الفاجر؟ حاول أن ينهض من مكانه فأقعد من جديد. أنا لم أطلب منك شيئا ولم أقنط من رحمة الله، وأنت ضيعت صبرك الذي صبرته وانسقت وراء هذه توقف دون أن يلصق بها صفة. عدي إلى بيتك. نهضت وهمت بالخروج فأمسكها: لا أريدك أن تسلك الطريق التي ستمر منها هذه. خرجت المرأتان. كان الذي يقول إنه فقيه ينتظر ما سيفعلان به. قال له الطيب: أنا أعرفك منذ زمن وقبل أن تسكن عين شقف، ليس أمامك إلا الرحيل، وإلا شويت لحمك كما تشوى الخرفان. في المنزل لما عاد مساء وجدها تبكي وقد جمعت ما يخصها من متاع، تحسب أنها مطلقة. عانقها وقال: أعلم أنك نادمة على ما فعلتِ.